السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. متابعينا قناة من آخر خلاص، معاكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى بعد انتهاء الجولة الخامسة اليوم السبت الموافق 13/11/2021. اليوم زامبيا فازت على موريتانيا 4-0، ملاوي خسرت أمام الكاميرون 0-4، غينيا الاستوائية فازت على تونس 1-0، ليبيريا خسرت أمام نيجيريا 0-2، الرأس الأخضر فازت على أفريقيا الوسطى 2-1، وساحل العاج فازت على موزمبيق 3-0. بدأت الجولة يوم الخميس الماضي 11/11، أوغندا تعادلت أمام كينيا 1-1، إثيوبيا تعادلت أمام غانا 1-1، تنزانيا خسرت من جمهورية الكونغو 0-3، رواندا خسرت من مالي 0-3، الكونغو تعادلت أمام ناميبيا 1-1، بنين فازت على مدغشقر 2-0، جنوب أفريقيا فازت على زيمبابوي 1-0، وتوغو تعادلت أمام السنغال 1-1. يوم الجمعة جيبوتي خسرت من الجزائر 0-4، بوركينا فاسو تعادلت أمام النيجر 1-1، الجابون فازت على ليبيا 1-0، غينيا تعادلت أمام غينيا بيساو 0-0، أنجولا تعادلت أمام مصر 2-2، والسودان خسرت من المغرب 0-3. هنتعرف على ترتيب المجموعات. طبعا ده فيديو صغير عن ترتيب المجموعات العشرة وكذلك نتائج مباريات الجولة الخامسة، ولكن الفيديو الكبير هيتعمل بعد الفيديو ده بإذن الله تعالى. بوركينا فاسو متابعين الكرام، المجموعة ايه؟ الجزائر في المركز الأول ب 13 نقطة، بوركينا فاسو المركز الثاني ب 11 نقطة، النيجر المركز الثالث بأربع نقاط، وجيبوتي المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة بي، تونس المركز الأول ب 10 نقاط، غينيا الاستوائية المركز الثاني ب 10 نقاط، زامبيا المركز الثالث ب 7 نقاط، موريتانيا المركز الرابع بنقطة واحدة. المجموعة سي، نيجيريا متصدرة ب 12 نقطة، الرأس الأخضر المركز الثاني ب 10 نقاط، أفريقيا الوسطى المركز الثالث ب 4 نقاط، ليبيريا المركز الرابع والأخير ب 3 نقاط. المجموعة دي، ساحل العاج وكوت ديفوار في المركز الأول ب 13 نقطة، الكاميرون المركز الثاني ب 12 نقطة، ملاوي المركز الثالث ب 3 نقاط، موزمبيق المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. المجموعة إي، مالي متصدرة ب 13 نقطة، أوغندا المركز الثاني ب 9 نقاط، كينيا في المركز الثالث ب 3 نقاط، ورواندا المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، ومالي تأهلت إلى الدور الأخير. المجموعة إف، منتخب مصر في المركز الأول ب 11 نقطة وتأهل إلى الدور الأخير، الجابون المركز الثاني ب 7 نقاط، ليبيا في المركز الثالث ب 6 نقاط، أنجولا المركز الرابع والأخير ب 4 نقاط. المجموعة جي، جنوب أفريقيا في المركز الأول ب 13 نقطة، غانا في المركز الثاني ب 10 نقاط، إثيوبيا المركز الثالث ب 4 نقاط، وزيمبابوي المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. المجموعة اتش، السنغال متصدرة في المركز الأول ب 13 نقطة وتأهلت رسميا للدور الأخير، توغو في المركز الثاني ب 5 نقاط، ناميبيا المركز الثالث ب 5 نقاط، والكونغو المركز الرابع والأخير ب 3 نقاط. المجموعة اي، المغرب متصدرة في المركز الأول ب 15 نقطة تأهلت للدور الأخير رسميا، غينيا بيساو المركز الثاني ب 5 نقاط، غينيا في المركز الثالث ب 4 نقاط، والسودان المركز الرابع والأخير بنقطتين. المجموعة جي، المجموعة العاشرة، بنين في المركز الأول ب 10 نقاط، جمهورية الكونغو المركز الثاني ب 8 نقاط، تنزانيا المركز الثالث ب 7 نقاط، مدغشقر المركز الرابع الاخير ب 3 نقاط. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. توقع هنتكلم باذن الله تعالى عن الفائز معانا في المسابقه الرياضيه بعد ما هنزل الفيديو ده باذن الله تعالى، اقول ساعه كده مثلا هينزل الفيديو التاني. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.